صباحكم بالخير. اليوم الثانين 27 آب أغسطس، اليوم الأمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت، وبعدنا نحن تحت تأثيرات الفول مون من امبارح. كيف رح بتكون الأبراج اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، فيك تقول أنه يمكن هالتأثيرات منا كتير بالنسبة لك منشطة، ومنا هالقد إيجابية، بمعنى أنه في احتمال يكون في بعض التأخير عندك بمطلع هيدا الأسبوع، فعمول حساباتك قبل بوقت. الأكثر تعباً نسبياً مواليد 23-24 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. تعتبر اليوم مولود برج الثور من الأبراج فعلاً الديناميكية يلي تتأثر بطريقة كتير منعشة بهالفول مون يلي صار مبارح. الأجواء ممتازة، يبدو وكأنه طلتك كتير حلوة، يبدو وكأنه في تفاهم كتير كتير سهل معك بكل أعمالك. الأكثر حظاً مواليد 7-8 أيار مايو، وبدي أضيف لهم 22-23 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء يبدو وكأنه في تنافر أو في نوع من معاكسات بتعيشها اليوم بلحظات معينة، يمكن بسبب مسألة عندك صارت بالبيت بعطلة الأسبوع، ولكن مضطر أنك تتعامل مع ظروف أخرى مختلفة تماما، فما بتعود تعرف كيف بدك تعطي أو لمين بدك تعطي الأولوية. المهم اليوم نهار في شوية توتر، لكن بتقدر تتخطى كل هالأمور بهدوءك. الأكثر حظا لأنه يوجد حظوظ حلوة عند مواليد 10-11 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان تأثيرات هالفولمون ممتازة بالنسبة لك، لأنه بتعطيك أو بتقدم لك خيارات متنوعة وعديدة. اليوم الجو بعتبره إيجابي جدا، وبعتبره أيضا من الأيام الأكثر حظا بهيدا الشهر. تبقى المواليد يلي فعلا عندها حظ أكثر من غيرها هي 9-10 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو اليوم بيقول لك على الهدى، خذ الأمور مثل ما هي، لكن مش إنه على الهدى إنه على مهلك، يعني خذ وقتك، لا، في تقنيات، في أوراق، وفي مسائل بدك تصححها، خاصة أوراق وأخطاء معينة معقول تصير. انتبه للأمور القانونية، ضروري جدا اتبعها. يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 28-29 تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. طبعا انت بتعرف وحاسس انه تأثيرات هالفولمون من امبارح مشربكي عندك الامور، وحاسس انه في كل هالامور فايتة ببعض، سواء كانت امور عائلية عند الاولاد، بالبيت، بشغلك، بحياتك الخاصة. اذا انت بتحاول انه تخلي الامور مضبوطة، في احتمال انه اليوم يمر نهار عندك ممتاز جدا مع فرص ثمينة بتوصل لك. الاكثر حظا 25-26 اب اغسطس، 12-13 ايلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بدك تعمل حساب اليوم بمطلع الأسبوع، من امبارح والجو هيك، في أجندة طويلة، في تعب، في ركض، والجو مكمل معك مش بس اليوم، في بكرة، بعد بكرة، وبعد بعد بكرة. بدك تعمل حساباتك، الشغل اللي عم تعمله بده يكون دقيق لحتى ما ترجع تضطر بكرة وبعد بكرة ترجع تعيد من الأول. وانتبه لمسائل صحية، لأنه كوكب الزهرة موجود حد برجك، أنت الأكثر حظاً إذا كنت من مواليد 12-13 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهار يبشر بتقدم، بصلحة. القمر موجود اليوم وتأثيراته مفولة، موجود في بيت الحب والرومانسيات وكل الأمور اللي أنت بتخترعها يلي بتخطر على بالك. اليوم في مصالحات عمد عينك والنظر، أيضا يبدو في تقارب في وجهات النظر عمد عينك والنظر، وأيضا في نجاح وارتياح وانفراجات. 8-19 نوفمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس تأثيرات الفولمون أو عن ما بتخربط الأمور، وبترجع بتعيد بعض الذكريات، ترجع بتردها، بترد يمكن خناقات وقصص صارت بالعيلة يمكن، أو أنت بتتذكرها. فأهم شيء تعمله اليوم أنه تحافظ على انضباطك، انضباط أعصابك، ما تفش خلقك أو تلقي اللوم على أحبائك، وحاول ما تغرق في دوامة من الأفكار والذكريات السوداء أو يلي بتزعلك. الأكثر ديناميكية 7-8-9 ديسمبر. بنتقل لبرج الشتي.
مولود برج الجدي ما في حدا أسرع منك اليوم، ما في حدا أنشط منك، ما في حدا أذكى منك اليوم. تتقدم بقوة إن كانت جسدية أو بقوة التواصل مع الآخرين، تلمع في مهارات متعددة وجديدة وقديمة. يعني اليوم أنت شخص قادر تسرد حقك بكلمة، بموقف أو حتى باتصال. الأكثر حظا مواليد ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو، الجو يدعو إلى توظيف الوقت بشكل صحيح وشكل حكيم. يعني مش انه اذا نازلين على السوق معناتها كل شيء معنا بنصرفه، او اذا رايحين مثلا مشوار او رايحين رحله، او حتى اذا نحن بالمكتب ما معناتها انه اي مساله بنعطيها وقتها وزياده. كل شيء بده يكون مقتصد، كل شيء بده يكون محسوب حسابه اليوم. وانتبه ما تطلع من بيتك من دون اوراقك الكامله. 8 9 10 شباط فبراير هي الأكثر حظا. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت، القمر ببرجك والقمر فول مون، معناتها شيء مهم لحتى مولود برج الحوت يرجع يغربل الأوراق ويرجع يغربل حساباته، خاصة بمسائل العلاقة، بكونترايات، بعلاقات اجتماعية أو مهنية. فعمول حسابك مولود برج الحوت، أنت قادر على إدخال علاقة جديدة أو إدخال تعديل على علاقة. وتوقع بين اليوم وبكرة أمور عالقة تبطل عالقة وتفرح لأخبار سارة. الأكثر حظا نسبيا مواليد 7 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة كتير لافتة للنظر، لأنه بهيدي السنة واضح أنه كل تطلعاتك، كل أفاقك، كل طموحاتك العلاقة بي أو على كلها تتركز على محور، ألا هو محور العلاقات والشراكات، إن كانت عاطفية، إن كانت اجتماعية أو مهنية. أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير، أيار مايو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة. باي باي.